كيف بقيتي يا امي ما تحسي بوالو؟ ها ما كتحسي حتى بشي حاجه كتضرك؟ ايا ما كتضركش حتى حاجه؟ ما ضرني حتى حاجه والله الحمد لله الحمد لله. صحيحه دابا لاباس؟ ها ايا صحيحه مزيانه شاف يلا تخلص مزيانه مع الوالدين. اي كل شيء مع الوالدين. غلبتي المرض ولا غلبك؟ واخا واخا اسمعيني، واش غلبتي المرض ولا غلبك؟ ربي اللي كيغلبو. هو الوالده الحمد لله كانت معنا سيره حسنه، الله يخلي لنا عمرها والله يطولها في العمر ودينا معها في الصواب حتى يديموا الامانه امانته، وهي راه ضربت علينا تمارا قبل ما نضربوا احنا عليها تمارا، تحسنت معنا في الحرة وفي الحلوة. راه توفى الوالد ديالنا خلات 12 سنة ولا ما كاملاش. كان عقل ديك العقول قليل، هي كتبكي انا كنبكي، كنخرج عند الدراري نلعب معاهم في الزنقة، هذا هو العقل اللي كان عندي فاش توفى الوالد بالعام ديال المسيرة. قاصات صراحة الله قاصات، وكانت معذورة من واحد الرجل، عندها واحد الرجل معذورة كتمشي على الرجل ديالها. الحمد لله ربي وقف معاها، ماشي هي اللي قاومت، الله اللي وقف معاها في هذا المرض هذا، ربي اللي قاوم والاطباء. ثانية من المرة هذه كتدخل للطبيب في حياتها، حياتها اول مرة جوج مرات، الثانية الاولى المرة الاولى كانت دارت العملية على القواط في الرباط، كانت عند واحد اختي تما دارت العملية على القواط، وهذه المرة فاش دخلت للطبيب في حياتها كلها. امها الله يرحمها ما عمرها شافت، يعني فاش جاو داروا لها التيست لقاوها عندها مقيوسة، لان انا اللي تقاسيت فاش جيت انا قصتها هي وقصت المدام ديالي. كنت خدام انا في واحد السوبر مارشي، هي هذيك تقديت من تما جيت. انا فتيحة القطبي، عقوزتي فاطمة بن حمو 110 110 تقاسينا بهذا الوباء، ولدها داني انايا وانا تنبتل لها عديتها هي، دارولنا التحاليل، جاو دارولنا التحاليل داو الراجل سيمانة، ولاو جاو داونا حنايا 25 يوم وحنايا في الطبيب، والله يحيد علينا هاد الوباء أودي. الحمد لله اللهم لك الحمد، هي ما عطاوهاش الدواء غير بالشوكات، هم تيضربو لها غير دوك الشوكات نتاع تيجرب لها الدم، هي غير بالمناعة ديالها برات غير بهادي ديالها، والحمد لله تا هما الله يعمرها سعات على الصراحة الله قابلونا وجهدوا معانا، وكانوا تيجيو لعندنا ويجيو دوك صحاب هادو، وفي التالي ولاو بدلوا لها زعما الصراحة الله تا هما زعما هزو معانا الحمل. هي تعاود على ليام جدمان وليام ديال هذا، ولكن تتقولك الصحة هي الشيء للإنسان، بنادم إلا خطاه صحته صافي وخا يكون عندو 100 مال، الصحة أكثر من المال، الله يكثر خيرهم. حنا الحاجه فاطمه كنا تنقولوا يا ربي حبيبي ما تموتناش يما، تموتنا في دارنا 25 عام هادي وانا مقابلها، ما يمكنليش نموت لي في الطبيب، هادي 7 سنين، هادي 7 سنين وهي هكا في هاد الحاله، نشيطه تبغى غير تضحك تبغى تهضر تبغى تتهدى، ولاد ولدها تتحمق عليهم تتحمق على ولدها تتحمق عليا. الرساله ديالي اللي تنحمد الله ونشكره هي محمد السادس، الله يكثر خيره، الله يخلف عليه اللي دار هاد النضال باش ربي حبيبي ما جاناش الوباء بزاف، وخدموا الاطباء خدموا البوليس خدموا كل شيء، اللهم لك الحمد. انا منين بريت دابا من هاد كوفيد 17 انا طالبه الله والاميه ديالي اللي كنت تنترجى هي ولدي يخدم ليا، انا تنتمنى الله سبحانه وربي يفدي لي ما في قلبي هي شي واحد تكون عنده هذا يخدم لي غير ولدي يخدم لي علينا هاد الوباء، الله يكثر خيرهم لهاد الشباب ولا هاد البنات ولا الناس كاملين، راه هاد الوباء يجلسوا في ديورهم ويستروا راسهم، لحقاش هاد الوباء راه ربي حبيبي الله يهزو علينا الله يهزو علينا الله يهزو علينا الله يهزو علينا.
فرحة كبيرة لأن خرجت سيدة مسنة تبارك الله عندها 110 سنوات وخرجت متعافية الحمد لله بعد قضائها ل 26 يوم من الاستشفاء بمصلحة الجهاز الهضمي اللي كاينة في مركز الاستشفاء الجامعي واللي تم تحويل هاد المصالح إلى أجنحة لرعاية مرضى كوفيد. هاد السيدة دخلت في 2 مايو وكانت الحالة ديالها يعني ما فيهاش بزاف ديال الأعراض ولكن في الفحص ديالها والتحاليل بينت أنها مصابة بداء كوفيد 19. إذا خضعت لكل التحاليل المخبرية، تحاليل إشعاعية، الرعاية الطبية اللازمة، وقبل ما تخرج دارلها واحد سكانر اللي بين بأن الرئتين ديالها سالمة تماما من مرض كوفيد 19 اللي هو أكثر لأن واحد المدة كيتسالى العلاج ولكن كيبقى مازال المريض في فترة الاستشفاء. كتكون واحد الرعاية من نوع آخر، رعاية اجتماعية ونفسية باش المريضة ما تحسش بأنها راه بوحدتها. والحمد لله كانت معها قريبة ديالها اللي هي كانت تعافات قبل منها ولكن أصرت أنها تبقى تقابلها مع احترام إجراءات السلامة والحماية واحترازية باش أنها ما تعاودش تعاد. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.